السلام عليكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا في هذا الدرس راح نحكي عن عنصر جديد وهو الجيبانيل. إيش هو الجيبانيل؟ الجيبانيل هو عبارة عن اللي هو زي جي فريم لكن ملوش إيش، ملوش إطار خارجي. مثلا هاي النت بينز، النت بينز هذا جي فريم، هذا كله تاع النت بينز جي فريم، لكن هذا الإطار تبعه الخارجي اللي هو مثلا اللي هو في اللي هي اللي علامة الكلوز والتكبير والماكسيمم والمينيمم، هذول مش موجودة في الجي بانل. الجي بانل عبارة زي كيف، زي اللي هي صفحة الرسام، لا يحتوي على إطار. إيش فايدته؟ فايدته هو إيش، بتحط فيه عناصر. مثلا زي كده أنت بتحط إيش، عناصر، تمام. اعتبر إنه هذا الجي فريم، هذا الجي فريم هو الرسام وهذا هو البانيل، وداخل البانيل بيحتوي على عناصر، تمام. نيجي نفضح لكم إياه أكتر. هاي عندنا هنا إيش اللي هو إيش، هاي الفريم، هذا هو الفريم. هنا عندك في اللون الأحمر هذا هو إيش، عبارة عن إيش، مثلا عبارة عن بانيل. أنت بتقدر تحط أكتر من بانيل في الفريم، مش شرط واحد أو اثنين، ممكن تحط أكتر من بانيل وبتحدد له سايز وبتحدد له موقع، تمام. طيب أجيت هنا عندنا ثلاث بانيلات، تمام. هاي عندك هنا البانيل الأول، هذا بي واحد كله، وهذا عندك البي اثنين، وهذا البيت ثلاثة، تمام. البيت ثلاثة. طيب أجي أنت كيف بدك تضيف البانيل على الفريم؟ زي ما كنا ناخذ الطريقة، ندي له مثلا هي الأد البي واحد، تمام. طيب وكذلك للبيت اثنين، أد بي اثنين، تمام. وكذلك للأد هي الأد ثلاثة. طيب أجي أنا مثلا بجيب هنا إيش، بجيب مثلا بوتون، أي شكل بوتون مثلا. نيجي هنا نفرض إنه هذا المربع الدائري هو بوتون. عندك ضفت هنا بوتون الأول، وهنا بوتون الثاني، وهنا مثلا ضفت هنا بوتون واحد، وهنا ضفت بوتون واحد، وجيت نضيف مثلا إيش هنا، نفرض إن هذا التكست، لو هذا إيش التكست فيلد، أخذنا الدرس السابق، أي تكست فيلد، تكست فيلد، تمام. طيب، أجيت أنت كيف بدك تضيف اللي هي هذا البوتون بي واحد، وعندك بي اثنين، وعندك البي ثلاثة، والبي أربعة، وعندك هنا اللي هو مثلا تي واحد، تي اثنين، دي ثلاثة. أكيد عندك هذا البانيل الأول بدك تضيف فيه بوتون، إيش حتعمل؟ مش أنت قد ضفت البانيل على الفريم، أكيد هو صار ثابت، ثابت وين على الفريم البانيل. طيب أكيد كيف بدك تثبت هذا؟ يطلع ظهر لك في الواجهة، أنت بدك تحطه داخل البانيل، فأنت بتعمل إيش؟ بتعمل بي واحد دوت الآد، بدك تضيف إيش، بدك تضيف داخل بي واحد، بضيف فيها بي البوتون الأول. طيب إيش كمان بنعمل؟ بي واحد دوت آد اللي هي عندك التكست، نضيف تي واحد، تمام. فهمنا كيف فكرة اللي هي البانيل؟ البانيل هو بيحتوي على عناصر، بس انت بدك تحط مثلا مجموعة تقسمها لمجموعات. طبعا هذا رح نحكيه في المشاريع، رح نحكيه مثلا في أمثلة كثيرة، وإن شاء الله الدرس القادم رح ناخذ أمثلة. طيب نيجي نوضحها بمفهوم تاني، تمام. هي عندنا هنا الفريم، هي طبقة الفريم، تمام. هي طبقة ايش؟ الفريم. طيب عندك داخل الفريم انت بدك، هي عندك كمان ايش، هذا عندك البانيل، تمام. انت ضفت بانيل داخل هو ايش الفريم، وجيت هنا تضيف ايش، هنا تضيف كومبوننت عناصر اللي هي العناصر، تمام. هاي العناصر، هاي عندك عنصرين، اي ثلاثة، اي اربعة، اي خمسة، اي ستة، هذا عندك مجموعة من العناصر، هذه هيك مجموعة من العناصر، تمام. هذا ايش نسميها كومبوننت، كومبوننت مثلا نقوله تي واحد تكست، مثلا ايش بوتون، تمام. طيب هذا اسمه ايش، بانيل، بانيل، تمام. وين عندك هذا ايش الفريم، انت كده تضيف الفريم هذا البانيل، كده تضيف في الفريم، تعمل يعني زي كده بتعمل اد، اللي بتعمل هنا ايش، اد هي البي واحد. طيب وين لما كده تضيف العنصر داخل البانيل، ايش بتعمل، بتعمل هي اد البي واحد دوت اد اللي هي مثلا بي واحد بوتون، وكذلك لباقي العناصر. طيب نيجي نطبقه على هنا مثال. طيب انا بدي اعمل مثلا اللي هي الست، طبعا يكون مثلا لانه بدي احط ست لي اوت، حتدو مثلا موقع اي ست لي اوت، لي اوت اقول له اللي هو بس النال، بديش انا بدي احدد الحجم، بدي احدد انا موقع العنصر،
بتعرف جي بانيل زي اي كلاس زي اي اوبجكت، وانا عارف هو الكومبوننت نكتب له جي بانيل اسمه بي واحد يساوي جي بانيل. تمام. طبعا جي بانيل بياخد هنا ممكن تدي لي اوت بدل ما تكتب سيت لي اوت، طبعا تدي البانيل لي اوت. ممكن في طريقتين تدي لي اوت. تمام. طيب ممكن تدي كمان اللي هو ايش اللي في تدي بورد او حاجات هاي. فاحنا قلت خلينا ناخذ اللي هي الفاضي. تمام. طيب فقلت انا مثلا قلت بدي اضيف مثلا انا اعمل جي بوتون، تعمل بوتون قبل اعمل بوتون بدي اعمل بي واحد دوت سيت باوندز اخليه مثلا في الموقع 10 10 يكون العرض تبعه 200 يكون هنا ايش الطول مثلا نخليه 150. طيب نفس نخليه هنا 500 وهنا ايش 500. طيب انا عشان بدي ابيزه بدي هنا بحط له هي ايش اد بي ايش بي واحد اللي هو البانيل. انا هيك ضفت بانيل. تمام. بس نستنى شوية بس اعمل اللي هو تشغيل. طيب ليش ايوه ظهر. تمام. لقيت هو البانل مش مبين ليش، لانه هو لونه زي لون الفريم، فانا بدي اعمل له تمييز. ايش بدي اعمل له؟ مثلا اقول له بي واحد دوت سيت باك جراوند. تمام. سيت باك جراوند مثلا بدي اخليه لونه احمر، لونه احمر. طيب زي ما انتم شايفين هاي البانيل هنا. انا ممكن اقدر اضيف اكثر من اكثر من بانيل، مش شرط واحد. ممكن احط هنا كمان واحد، هنا احط واحد، هنا كمان واحد. تمام. طيب في عندك لقيت لقيت لو ضفت انت بوتون داخل اللي هي مجموعه بوتونات داخل اللي هي البانيل راح يكون ياخذ شكل اللي اوت اللي هو الافتراضي فلو لي اوت، اللي هو الشكل اللي هيكون مصفط في خط من اليمين لليسار. يعني زي ما اخذناه في الدروس، ارجع لدرس الفلو لي اوت راح تفهم ايش هي الفلو لي اوت. طيب البانيل هياخد الشكل الافتراضي مثل لو عندك ست لي اوت هتدي ايش لي اوت. نيجي نعمل هي ايش بوتون، نضيف مثلا عندك جي بوتون، نضيف مجموعة جي بوتون بي واحد بيساوي هو جي بوتون. هنا بدي نص عطول هنا قول له اللي هي مثلا هنا واحد بس او هنا كليك كليك هنا. تمام. دعم مجموعة يعني بس دعم ثلاثة، عندك هاي اثنين، هنا عندك ثلاثة. دعم اللي هي ايش؟ قد تضيف البوتونات ثلاث بوتونات هدول داخل البانيل، ايش هذا عمل؟ دعم قول له ضيف لي هدول ثلاث بوتونات داخل البانيل، تعمل بي واحد، ضيف لي داخلهم اد اللي هي ايش؟ البي واحد والبي ثلاثة والبي اثنين والبي ثلاثة. اللي هي البوتون الأول والبوتون الثاني والبوتون الثالث. هنا عندك اثنين، هنا عندك ثلاثة. نيجي نشوف ايش حيصير. او شو من هاي هنا في ليش طيب زي ما شايفين انه هاي البوتونات عندك هنا الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. تمام. طيب اجيت لو كبرت البانيل ايش حيجي؟ حيطلع هذا الكليك حيطلع فوق. تمام. طبعا انا بميزهم واحد هنا اثنين هنا ثلاثة. تمام. عندك واحد هنا اثنين ثلاثة. بدي اعمل العرض مثلا اكبر، مثلا خليه هنا 300 للبانيل. حتلاقي الكليك الثالث اجى جنب الكليك الثاني والاول، يعني هنا ماخذ شكل الفلولي اوت. طبعا الفلولي اوت هو الشكل تبعه حيكون اللي ضاف عنده ترتيب حيكون من السنتر. انت ممكن تحدد هنا انت تحدد اي لي اوت للبانل، كيف بدك تحدد اي لي اوت للبانل؟ هنا بتكتب نيو لي اوت نيو مثلا عندك هنا انا بدي اخليه شكل بوردر مثلا. تمام. اقول له بوردر لي اوت مثلا اعمل بوردر لي اوت. تمام. فقلت تلاقي انت الكليك الثالث هو الماخذ الحيز الكامل للبانيل. تمام. نيجي نشوف زي ما شايفين الكليك الثالث هو ماخذ الحيز الكامل. ممكن كمان انت تعمل مثلا تقول له انا بديش انا بدي اعمل الكليك هذه اعمل له بوردر خليه مثلا ايش البوردر لي اوت دوت اللي هي مثلا خلي لي اياه على في مثلا في
الويست اللي في الغرب، تمام؟ وحيطلع ايش يعني عندك هنا في الغرب، هنا عندك بوتون كليك واحد، هنا كليك اثنين، انت عمل تقسيمات حسب ما بدك. ممكن لو ما حطيتش هنا تعمل هنا اللي هي ايش، بعملنا هنا بي واحد دوت سيت لي اوت، يعني انت بتقول البي واحد عمل لي تغيير التصميم تبعه نوع نيو بوردر لي اوت، بوردر لي اوت، تمام. طيب لو جيت تعمل هون حيطلع نفس الناتج اللي طلع معنا في السابق، تمام. ايوه طبعا في دوال كتير ولا هي البانيل، في مثلا في بي واحد، في مثلا تعرف على الدوال، في عندك في عندك ممكن تعمل هي تحدد له سايز بحط لنا في الباوند، في عندك تدي نيم، في مثلا تعمل له بوردر، تعمل له تغير الخط، تعطي كل مثلا تعمل له تول كتب، تعمل له تلميح. طبعا هذا كله حنشرحه في التفصيل في دروس قادمة إن شاء الله، كل ده اللي هي هنشرحه في التفصيل. طبعا المهم احنا في هذا الدرس نعرف الجي بانيل ايش وظيفته. وظيفته هو انك تحط فيه عناصر، يعني زي هو وعاء بيضيف او بيحتوي على عناصر. ممكن تعمل اكثر من جي بانيل داخل الفريم، والفريم هو بيكون وظيفته نفس الجي بانيل، بيكون وظيفته نفس الجي فريم لكن لا يحتوي على اطار، لكن هو بيحتوي على عناصر زي الجي فريم، تمام. ان شاء الله يكون الدرس بسيط وسهل، ونشوفكم الدرس القادم ان شاء الله مع مثال، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم.